عاجل وانفراد رسميا جدول العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات وقيمة العلاوات والمتجمد الصافي حسب بيان وزارة المالية. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر من فضلك اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. أخيرا اصدرت وزارة المالية القرار الرسمي لصرف العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات، حيث تم تحديد المستحقين للعلاوات الخمسة وفقا لسنة الخروج للمعاش ووفقا للجداول المرفقة الصادرة من وزارة المالية للمحالين على المعاش. الكلام ده جاي من وزارة التأمينات الاجتماعية، وهسيب لحضرتكم هوري حضرتكم كل حاجة بالإثبات علشان محدش بيقول انت بتقول اي كلام وخلاص. اللي خرج في 1/7/2006 هيبقى ليه علاوة واحدة، قيمة العلاوة هتبقى 20 جنيه، الإضافة أو الزيادة هتبقى 81 جنيه، الأثر الرجعي هيبقى 3270 جنيه. اللي خرج 1/7/2007 هيبقى ليه علاوتين، العلاوات بقيمة 50 جنيه، الإضافة أو الزيادة 203، المتجمد 8260 جنيه. اللي خرج في 1/7/2008 هيبقى ليه 3 علاوات، قيمة العلاوات 110 جنيه، إضافة أو الزيادة هتبقى 446 جنيه، الأثر الرجعي 18210. اللي خرج في 1/7/2009 هيبقى ليه 4 علاوات، قيمة العلاوة أو قيمة الأربع علاوات 130 جنيه، الزيادة 528 جنيه، المتجمد أو الأثر الرجعي 21540 جنيه. اللي خرج في 1/7/2010 ده ليه 5 علاوات، الزيادة هتبقى قيمة العلاوات 150 جنيه، الزيادة هتبقى 609، الأثر الرجعي هتبقى 24540 جنيه. اللي خرج عن معاش في 1/7/2011 قيمة العلاوات هتبقى 5، العلاوات 160 جنيه، هتضاف 565 جنيه، المتجمد هيبقى 23050. اللي خرج عن معاش في 1/7/2012 عدد العلاوات هيبقى 5 علاوات، العلاوات بقيمة 160 جنيه، الزيادة 446 جنيه، الأثر الرجعي 18310. اللي خرج عن معاش في 1/7/2010 اللي خرج عن معاش في 1/7/2013 هيبقى ليه 5 علاوات، قيمة الخمس علاوات 120 جنيه، 80% وبعد الزيادة هيبقوا 304، الأثر الرجعي 12400 جنيه. اللي خرج عن معاش في 1/7/2014 ليه 5 علاوات، العلاوات 120 جنيه، إضافة العلاوات 251 جنيه، المتجمد 1260 جنيه. اللي خرج في 1/7/2015 ليه 5 علاوات، العلاوات 120، الإضافة 228، الأثر الرجعي 7840 جنيه. اللي خرج في 1/7/2016 ليه 4 علاوات، الخرج في 1/7/2016 ليه 4 علاوات، قيمة العلاوات 90 جنيه، هيزيد ب 156 جنيه، والأثر الرجعي 4290. الخرج في 1/7/2017 هيبقى ليه 3 علاوات، قيمة العلاوات 60 جنيه، المعاش بتاعه هيزيد 90 جنيه، الأثر الرجعي هيبقى 1770 جنيه. اللي خرج عن معاش في 1/7/2018 هيبقى ليه علاوتين، قيمة العلاوات 40 جنيه، الإضافة أو الزيادة هتبقى 52 جنيه، الأثر الرجعي هيبقى 550 جنيه. اللي خرج على المعاش في 1/7/2019 لغاية تاريخه هيبقى عدد العلاوات علاوة واحدة وقيمتها 20 جنيه، وهيزيد 22 جنيه
والاثر الرجعي ملهوش. في واحد هيقول لي انت جبت الكلام ده منين؟ هقول لك انا جبت الكلام، وزاره التامينات الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي منزله الجداول بالكلام ده قدام حضراتكم اهو رسميا. جدول العلاوات الخمسه، جدول العلاوات الخمسه من 1/7/2006 ل 30/6 سنه العلاوه المستحقه 2006، حساب العلاوه من 30/6 10% والى اخره. طيب هنا برضو الجدول ده بيقول لك تاريخ استحقاق المعاش من 1/7/2015 ل 31/3/2016 الخاضعين لاحكام قانون الخدمه المدنيه وغير الخاضعين لاحكام قانون الخدمه المدنيه، والخاضعين لاحكام قانون الخدمه المدنيه في 2013 و2014، كل حاجه بالتفصيل في الخبر قدام حضراتكم. انا مش بجيب حاجه من عندي، هسيب لحضراتكم الصور علشان تقدروا تشوفوا وتراجعوا. يعني مثلا الصورة دي من 1/7/2015 لغاية 31/3/2016 الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية في 2011 و12 و13 و14 والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية 10% نسبة العلاوة زي ما حضراتكم شايفين. وده جواب التأمينات برضو أنا أحاول أقراه لحضراتكم. السادة رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري المناطق التأمينية، تحية طيبة. اعتبارا من 1/7/88 كان مشروع يصدر قانون يمنح العلاوات الخاصة مع اعتبارها جزءا من الأجور المتغيرة، وكان المشرع يقرر عنها زيادة إضافية إلى معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من قيمتها تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفتها. استمر يقرر هذا الزيادة سنويا حتى 2005 إلى آخره. خلينا بس في الحاجة المهمة، واستجابة لذلك وسرعة تنفيذ القانون بعد صدوره، قد قامت الإدارة العامة للتنظيم بإنشاء النظام الآلي لاستكمال بيانات حالات أصحاب المعاشات غير المسجلة لها بتغطية تأمينية، والمحلات التي تطلب سجلات العلاوات المستحقة لها مقسمة على حسب كل فهرس أبجدي. لذا يرجى دخول كل منطقة على نظام المشار إليها في الحالات الخاصة بها وفقا للخطوات الآتية: الدخول إلى النظام إيه رقم التأميني، الدخول إلى نظام مش عارف ايه. المهم ان الحاجات دي خاصة بايه؟ بالتأمينات. احنا خلينا في الحاجة اللي تخصنا احنا، زي ما احنا قلنا لحضراتكم ان قيمة العلاوة في 2006 كانت 10% وفي 2007 كانت 15% وفي 2008 كانت 30% وفي 2009 كانت 10% وفي 2010 كانت 10% وفي 2011 15% وفي 2012 15% وفي 2013 10%. ده كان مجمل خبر النهاردة، وكان الجدول الحقيقي والرسمي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللي نزلته النهاردة، اللي قالت فيه ان 2019 علاوة واحدة و2018 علاوتين و2017 ثلاث علاوات و2016 اربع علاوات و2015 خمس علاوات و2014 خمس علاوات و2013 خمس علاوات و2012 خمس علاوات و11 خمس علاوات و2010 خمس علاوات و2009 اربع علاوات و2008 ثلاث علاوات و2007 علاوتين و2006 علاوة واحدة. ده اللي اصدرته وزارة المالية القرار الرسمي لصرف العلاوات. الخبر رسمي وحصري على قناتنا اخبار عالطير. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان كل حاجة تخص الجداول هننزلها بعد كده، وآلية التنفيذ والمستحقين وازاي هينفذوا، وهل فعلا هيتم تقسيط الاثر الرجعي زي ما بيقولوا ولا لا، كل حاجة هنعرفها بالتفاصيل. اتمنى ان اكون افدت حضراتكم في فيديو النهاردة. ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو في اي حد من عند حضراتكم مش عارف
هو هيتقاضى كام، يا ريت يكتب لي سنة الخروج فقط، وأنا هقول لحضراتكم وهقول لكم في التعليقات سنة الخروج. سنة الخروج يكتب لي في التعليق سنة الخروج كذا، وأنا هكتب له أرد عليه وأقول له أنت ليك علاوة أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة، وكام هيزيد المعاش بتاعك وكام الأثر الرجعي. شكرا ليكم على حسن المتابعة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس.